معنا لها الكثير من الانتهاكات. فما زلنا نتذكر الشهيد أحمد العظم وكيف كان يملأ جسده من الخيف حركات الشوزان، سلاح المحرم دوليا، وسلاح الشوزان يستخدم للطيور، إنما استخدم لشبابنا في البحرين. وأحمد العظم كان من جهة الخلف، أي أنه كان ليس في المواجهة، إنما كان في دور المواجهة. فنعتقد أنه كان محاولا النجاة بنفسه، ولكن لم يتمكن له، فأصاب الشوزن في ظهره وأدى إلى الوفاة. فلم يكتفوا بهذا، إنما كعادة شهداء أهل البحرين دائما الشهيد يسقط وعائلته أيضا تتضرر. دائما تجد في البحرين عوائل الشهداء يوجد فيهم المعتقل الأسير، أيضا تجد الحقوقي الذي يوثق حالتهم يتعرض إلى الاعتقال لأنه برهن الحقيقة وبرهن الانتهاك ووثق الانتهاك. فبمجمل الانتهاكات التي تعرضت لها عائلة أحمد العظموت، الشهيد أحمد العظموت، كثيرة. اقتحامات تتجاوز 30 مرة من الاقتحامات لأنصاف الليالي، وكانت تردنا اتصالات بأنها في هذا التوقيت في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية بالليل اقتحموا المنزل في وقت النوم وقت الراحة حتى اعتقلوا أخوه ياسر. إذن فلديهم الشهيد أحمد العظموت ولديهم أيضا المعتقل ياسر العظموت. هنا نحن نطالب العالم ونطالب ذوات الضمير، إلى متى؟ إلى متى نواصل الانتهاكات بحق هؤلاء الناس؟ وهؤلاء الناس كلما زادت انتهاكاتهم إنما أشعلنا فيض غضبهم. فلنهدئ الأوضاع ونطلق حرية المعتقلين ولنحلحل ملف المعتقلين المتزاحم الذي يتزايد يوم بعد يوم. لقد وصل عدد معتقلين بالبحرين 3000 معتقل. فلنحلل هذا الملف ولنخرج عنهم ليكون فرصة لتهدئة الأوضاع وفرصة لتهدئة النفوس. نأمل أن يكون هناك إفراجات في القريب العاجل.